السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالسوق نتاع الخضر والفواكه نتاع الجملة الذي تم إنشاؤه في ولاية ميلا وبالضبط في بلدية سوق العثمانية أو واد العثمانية بإذن ولاية ميلا. وهذا يعني الأسواق يعني راهي في كل ولاية الوطن، وفيه يعني عملية تاع التطوير وتحسين يعني الإنشاءات هذه يعني بطريقة عصرية، وإن شاء الله تكون يعني التجار يفهموا ويتفهموا أنه لازم الذهاب إلى هذه الأسواق ونخرج من هذه العشوائية والفوضوية، وباه ندخلوا في سيستم دو ريغولاسيون فو ريغولي لو مارشي، هذا نتاع المارشي دو غرو، وتكون يعني يعطي صورة جيدة، وكذلك سوف نربح كثيرا على مستوى يعني الأسعار والاستهلاك، وتكون السوق منظمة، تنظيم هذا مهم جدا. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.